معايا الكابتن محمود صالح، مدير اداره لجنه اكتشاف المواهب والنجم الاهلاوي ونجم مصر. اهلا بيك كابتن، ومساء الفل على حضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب وبخير. كل سنه وانت طيب والمشاهدين كلهم طيبين ومصر كلها طيبه. يا رب يا كابتن يا رب. طمني عليك وطمني على الاداره وطمني على الدنيا عندك قبل ما اسالك عن اهميه مباراه الاهلي وبيراميدز من وجهه نظر نجم كبير زي الكابتن محمود صالح. بننظم نفسنا ان شاء الله يكون في بدايه قويه بالنسبه لنا الفتره اللي جايه، مع طبعا الانديه كلها بتبتدي مثلا بدات فتره الاعداد، بتكلم عن مستوى القطاعات الناشئين. تمام. وبرضه على مستوى الدرجه الاولى، بس هو طبعا معظم شغلنا مع قطاع الناشئين. تمام. ابتدى فترات الاعداد وهيدخلوا بقى نتابع اللعيبه من البدايه من مباريات الوديه اللي هيلعبوها، وعندنا ناس مرشحه من السنه اللي فاتت يعني كنا قيمناهم ومجموعه كبيره يعني الحمد لله، وهنبتدي شغلنا ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك الفتره اللي جايه دي. باذن الله باذن الله كابتن، كل التوفيق ليك واللجنه التعاقدات ان شاء الله تعملوا او ترتقوا كمان بالنادي اكتر واكتر باذن الله. عايز اعرف بقى وجهه نظر حضرتك في هذه المباراه الهامه جدا للاهلي وبيراميدز في الدور 16 في كاس مصر، شايف المباراه ازاي يا كابتن محمود؟ وممكن يعني تتكلم مع اللعيبه ازاي لو جالك فرصه ان انت تتكلم معاهم تقول لهم ايه؟ طبعا مفيش شك احنا بنلعب على بطوله، الحمد لله ربنا وفقنا، بطوله صعبه خدناها في بطوله الدوري، مرينا بظروف صعبه في معدات الموسم، انما الحقيقه كان في تصميم من اللعيبه واصرار وبذل مجهود كبير من الجهاز الفني يعني الحقيقه والاداري ومجلس الاداره، ولحد ما يعني روح النادي الاهلي يعني كانت الفتره الاخيره دي الحقيقه هي اللي جابت البطوله. تمام. وكلمه روح النادي الاهلي طبعا دي يعني كتب عليها يعني كتب يعني كلمه كده بنقولها بس يعني دي تاريخ يعني أكيد. الروح دي يعني ما فيش اتكونت يعني عن بطولات وتاريخ ونادي حفر اسمه يعني الحقيقه وخلى قيمه على مستوى المحلي والمستوى الافريقي والمستوى يعني كلمه كبيره الحقيقه، الحمد لله قدرنا الحقيقه نحصل على البطوله في ظروف صعبه، نتمنى طبعا البطوله كاز يكون من نصيبنا ان شاء الله. اعتقد احنا في الظروف اللي فاتت كانت صعبه شويه، كان الاعداد كتير قوي اللعيبه، يعني بشكر مجلس اداره واداره لجنه التعاقدات والجهاز الفني الحقيقه ان في لعيبه كتير قوي الحمد لله قدروا ياخدوا فيهم قرارات، يعني على سبيل المثال مثلا اكرم توفيق واحمد ياسر ومحمود الجزار اعاره لجونه، في محمد نجيب برضو وعمر بركات واسلام محارب وعمر رضوان بيع للجونه برضو ايضا، احمد حمود اخذ السجن حر، محمد شيف هيروح ام بي، يعني في اعداد كبيره خرجت الحقيقه لان كانت اعداد كبيره قوي في النادي، اعتقد الفتره ديت فيها تركيز و يعني اعتقد يعني الاجواء التدريبيه هتبقى افضل كتير. زائد بقى مع العناصر اللي جت الحقيقه عناصر ممتازه ان شاء الله يكون لها دور كبير، محمود متولي ومحمد مجدي قفشه وديبالي اللي هو اللاعب المالي ديانج. تمام. نتمنى كل نعم تمام يا كابتن اتفضل. يكون لهم دور الحقيقه، وان شاء الله يعني برضه بحيي النادي يعني ان شاء الله تكون الصفقات دي ناجحه ان شاء الله باذن الله. الاجواء كويسه و اعتقد الروح المعنويه كويسه، وانت واخد الدوري بدات الموسم ده كويسه مع افريقيا، فشايف الاجواء كويسه احسن كتير من الفترات اللي فاتت اكيد، واعتقد بقى لا بديل الا الفوز يعني، وده يعني اللعيبه الموجوده اللي بقى لها سنه سنتين واللعيبه الجديده الحقيقه مهم جدا تقدر اسم النادي اللي انت بتلعب له وتقدر تاريخه وقيمته، لان الفتره الجايه شايف المستويات متقاربه بين اللعيبه بعضها، فالحقيقه اللي مش هيدي افضل مستوى ليه واحسن مستوى ليه ممكن ما يبقاش موجود، يعني انا شايف التنافس هيكون قوي جدا، في صعوبه انك ان الجهاز الفني الحقيقه يحط العناصر في كل مباراه اللي يبدا بيه المباراه، لان شايف مع اللعيبه اللي رحلت والعناصر الجديده اللي دخلت شايف المستويات متقاربه في اكثر من عنصر في كل مركز، فالتنافس هيكون كبير قوي بين اللعيبه وده النجاح ده الحقيقه ده اللي بيولد كل الفرق البطوله كده يعني. اكيد دايما بتلاقي في تنافس كبير داخل الفرقه على مين يبدا المباراه مين يبقى اساسي، فالتنافس ده طبعا بيخلي اللعيب يحافظ على مركزه ويحافظ على مستواه ويبقى في تنافس مين يلعب ومين يبقى اساسي، دي حاجه كويسه واعتقد الاجواء بتسمح بكده والاجواء كلها كويسه الحمد لله ان شاء الله. اكيد المباراه اللي جايه صعبه ولا شايفها مباراه عاديه يا كابتن محمود؟ والله بأي 11 انا شايف المباراه مش عايز اقول يعني احنا المفروض احنا افضل، الكيات اللي هي بتاعتنا اللعيبه كلها دوليه الموجوده الحقيقه،
امكانياتنا افضل. كان ليه ظروف مباريات الدوري، ليه ظروفها اعتقد مش هتتكرر ان شاء الله. لا ان شاء الله انا شايف، بس مهم جدا يبقى اصرار اللعيبه وحماسهم حاطين هدف الفوز بالبطوله. لو احنا لعبنا بروح عاليه واراده قويه اعتقد فريق النادي الاهلي يعني فيش فريق يقف قصادنا ان شاء الله. الفوز لينا، بس طبعا الفوز محتاج مجهود طول 90 دقيقه، وطالما انت عندك تقدر تقدم مستوى اللعيب بشكل فردي والفرق بشكل جماعي، طالما تقدر تقدم مستوى كويس مستواك، احنا عايزين مستواك الحقيقي اللي تلعب فيه. لو كل لعيب قدم مستواه الحقيقي وكان عنده تصميم على الفوز الحقيقه والروح تبقى روح جماعيه كويسه داخل الملعب، اعتقد ان شاء الله الفوز هيكون من نصيبنا ان شاء الله باذن الله. كابتن محمود صالح النجم الكبير، نجم مصر، نجم النادي الاهلي، شكرا جدا. مدير اداره التعاقدات، لجنه التعاقدات، شكرا جدا لحضرتك.